وصلنا لمساحتنا الأخيرة وهي المساحة الطبية لنتعرف على مرض هو الفيروس المخلوي التنفسي. ازدادت مخاوف الأهل بالفترة الأخيرة نتيجة تزايد الإصابات عالميا من إصابة أطفالنا بهذا المرض يلي عم تتشابه مع أعراض الزكام، وهذا المرض أكيد ممكن ينشفى منه الأشخاص خلال أسبوع أو أسبوعين. لنتعرف أكثر على هذا المرض، شو درجة الخطورة بالنسبة للرضع وكبار السن. أكيد بيسعدنا نرحب بالدكتورة رشا داغستاني اختصاص طب الأطفال. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. صباح الخير لإلك. يسعد صباحك. هلأ نحن اليوم عم نسمع بأسماء جديدة وفيروسات جديدة، ولكن وقت اللي بيكون الفيروس شوي للأطفال فبتلاقي الموضوع كتير حساس بالنسبة لنا. قالوا إنه هذا الفيروس هو قديم، ولكن الإجراءات الاحترازية اللي كانت من قبل خففت ظهوره. أول شيء شو حقيقة هذا الحديث؟ هلا مزبوط، هو الفيروس قديم وموجود من زمان، يعني ما له فيروس جديد، لكن يعني كل سنة نحن عادة بنفس هالتوقيت مع بداية الشتاء وبفصل الخريف بنشوف كتير حالات إصابة فيه، لأنه هو السبب الأشيع لإصابة الأطفال بالتهاب القصيبات الشعرية. الجديد مثل ما ذكرتي أنت أنه هو الإجراءات الاحترازية اللي صارت قبل بسنة بوجود فيروس كورونا، أدت أنه الأطفال ما كتير أخذوا مناعة بفصل الشتاء السابق ضده، فأنه هالسنة إجا بتحسي أنه الأطفال ما لهم يعني مجهزين مناعة ضده لهذا الفيروس مثل من قبل. هو بيستهدف الجهاز التنفسي. تماما ايه، فحسينا السنة انه في جائحات كبيرة، يعني كانت الاعداد اكبر، كانت الاصابات مو بس للاعمار الصغيرة، لانه هو زرته ممكن نشوفه بعمر السنتين فما دون، لا السنة شفناه باعمار اكبر حتى منصابين فيه. حسينا حتى بالفوعة تبع الفيروس انه هو اشد من قبل، اللي عم يخوف الاهل شوي اللي هو طول مدة السعال، انه تخاف انه هو عم يطول، عم يطيب الطفل، عم يتحسن بس عم يضل السعال لفتره طويله. حتى نرمي الادويه ما في استجابه سريعه للادويه، يعني لاحظنا كلنا هاي القصه. هلا اذا تعالج صح في استجابه، وشغله ثانيه انه بعض الاهالي ما عم يكونوا جايين على العياده الا بعد ما يكون في بعض الاغلاط والشغلات اللي عم تزود من عنا من القصه، يعني ما عم يجينا ليتعالج صح. من عدا في امهات ما بتلتزم، في امهات بتخاف من كلمه ارزاز، مع العلم هو ممكن ياخده بس هالفتره ليتحسن، لانه هو بحاجته وما يصير شيء وما يطلع مثل هالاشاعات المغلوطه انه خايفه ابني يدمن على الارزاز او بترتعب من كلمه الاكسجين والارزاز، عرفتي كيف؟ فنحن اذا تعالج صح فهو سليم و يعني بيطيب بسرعة. ما وبتكون في درجة الخطورة يعني؟ هلأ في خطورة طبعا، في خطورة. وين بتكون درجة الخطورة؟ الخطورة أكثر بالأعمار الصغيرة. قولي لي ليش؟ نحن هلأ كبنية تشريحية بالجهاز التنفسي هن القصبات عندهم بالأساس أصغر من يعني قطرة أقل دقة، لأنه هن حكم يعني بنيتهم التشريحية أصغر، فأي حدثية التهابية، فهو الالتهاب لما بيصيب هي الطرق التنفسية بيعمل وزمة، بالإضافة بتزيد إفراز اللي هو المخاط القشع بهي القصيبات فبتنسد، فكل ما كان عمره أصغر فنحن رح تظهر الأعراض أوضح وأشد. حتى هو الطفل مقاومته لهذا الشيء ليعاوض موضوع التنفس بيكون أصعب، ممثل الكبير اللي بيقدر يعاوض نفسه. فلهيك بالأعمار الصغيرة نحن منخاف الأطفال اللي موضوعين على أدوية بتنقص المناعة، الأطفال اللي بالأساس عندهم أمراض تعمل نقص مناعة، اللي عندهم أمراض تنفسية مزمنة، داء ليفي كيسي، تليف رئوي، الأطفال اللي عندهم أمراض قلبية، وبالإضافة للخدج اللي أعمارهم صغيرة وأوزانهم قليلة، فنحن عندنا خطورة بهدول الأطفال. طيب خلينا نحكي عن الأعراض. أنا اليوم كيف فيني ميز أنه أنا طفلي ما عنده قريب أو رشح خفيف، أنا طفلي اليوم في فيروس ولازم فورا اتحرك لحتى ما يزيد الحالة عنده؟ تمام. هلأ بالبداية هو بيعمل حرارة وهذا عرض مميز له، سيلان بالأنف
وبتبلش بقى الأعراض التنفسية بتتدرج، السعال بيكون واضح، السعال التشنجي، الزلة التنفسية بتتراوح من زلة خفيفة لزلة شديدة بيدخل فيها اللي هو العضلات التنفسية الثانوية، فبيظهر عنا السحب الوربي وأعلى القاس ممكن نلاحظ رقص خنابتي الأنف. فنحن مننبه الأم متى ما بلش بالبداية ظهور العرض الأول الحرارة مع سيلان الأنف تراجع طبيب الأطفال. ليش؟ يكون في التهاب بقلب الجسم تماما. لا، نحن عندنا شيء أساسي هو إصغاء الصدر، نحن بالسماعة لازم نصغي الصدر، فنحن بنقدر نميز بالإصغائيات اللي هو شو منصاب الطفل، وإذا بلش معنا فعلا هو الـ RSV أو أعراض التهاب القصيبات التنفسية، أعراض الزلة، فنحن فوراً نقدر نميز هذا الشيء. إنه في كتير أمهات بتغلط إنه بتعطي الطفل مضادات احتقان أنفية مشافة رشح، فوراً بتركض لهدول المركبات اللي إلها علاقة، يعني في شربات خاصة للرشح، فنحن بتزيد الوضع سوءاً إنه هاي المركبات ممكن تزيد من تشنج القصبات، تزيد الاحتقان تماماً القصبات. تماماً، فنحن هون منفوت بالغلط. فليش منقول من البداية خلينا نفحص الطفلنا نعرف إذا هو إنفلونزا أو رشح قريب عادي، أو هو التهاب قصيبات شعرية، أو هو شيء أعمق. بالإضافة للاستقصاءات الثانية عندنا صورة الصدر كمان بتوضح لنا الصورة بشكل كمان أوضح وتام للأطفال. دكتورة، يعني حكينا عن مثل ما بيقولوا الأعراض، نركز أكثر على طريقة العلاج اليوم أو الأخطاء الشائعة اللي عم بتكون بعلاج هذا الفيروس. هلا مثل ما ذكرت انه ام بتبلش من عندها بصيدليه البيت تماما شو بتبلش هي شو العلاج الصح. تمام، ممكن تشوف في حراره عاليه تغلط تعطي مركبات اللي هي مضادات للالتهاب غير استرويديه مثل بروفين فولتانين، هدول المركبات بتزيد كمان موضوع انه تشنج القصبات او الطفل اللي عنده سوابق ربو، يعني هو طفل ربوي وانصاب رد هلا بهذا الفيروس، انه راح تكون الحاله اشد شوي عنده واوضح طبعا الموضوع. فبتغلط انه تعطي هي المركبات، مثل ما ذكرت تغلط تعطي مضادات الاحتقان الانفيه، خفض الحراره، خفض الحراره الامن هو مركبات اللي تركيبتها السيتامول الباراسيتامول بغض النظر شو الاسم التجاري لها، بس انه هو الامن فعليا كتخفيض الحراره. ننتبه لموضوع الزلة التنفسية، إذا لاحظت الأم أنه تسرع تنفسه أو تسرع نبضه للطفل، الزرقة، الزرقة مهمة، متى ما بلشت هاي الأعراض هو استطباب فوراً لدخول المشفى. فأنه ما نسكت على هاي الأعراض، ما يعني هي هدول ضروري بقى لأقرب طبيب يعني. أو إسعاف. ذكرتي أنه التسرع، خلينا نعطي كمان قد ايه مدى خطورته على حياة الطفل؟ هلأ هو خطورته مثل ما قلت لك لما ما نعالج صح بالأعمار الصغيرة هون في الخطورة، لكن هو سليم وحتى نسبة الوفيات يدوب واحد وأقل. يعني يصل يعني هلأ بالنهاية إلى إذا وصلنا أنه ينحط، يعني وصلنا بزلة تنفسية شديدة، وصلنا أنه يصير معنا مع التهاب القصيبات ذات رئة وينحط على المنفسة، هون بقى الخطورة بقى إذا صار في تماما نقص أكسجي شديد، صارت الأكسجي عنا 70 فما دون، أنه هون الخطورة صراحة للأطفال والأعمار الصغيرة تحديدا والأطفال ناقصي المناعة. نعم دكتورة، كثير عم نشوف هلا انه الاطفال يعني هيك المحيطين فينا كذا ام حوالي عندها هيك بيبيات بضلوا اولادها مرضانين، يعني دائما هي الحالات اللي ذكرتيها موجوده، سعال ما عم يخلص او حراره او حتى مرض بيشفى شوي بيرجع بيمرض. شو السبب هي؟ معقول نقص المناعه عم بتكون، او الام يمكن ما انا كثير عم تهتم بحاله اذا بدنا نقول الوقايه او الاجراءات الوقائيه؟ هلا الطفل اللي بينصاب كثير نحن في عنا مسبب، يعني الطفل اللي عنده تربه تحسسيه هذا معرض انه اي مهيج صغير انه يكرر له الحاله، يعني ما دخل انه موضوع مناعته بس هو بالاصل عنده تحسس، فاي مهيج صغير بالجو ممكن يحرض له هي نوبه التحسس مع السعال، فالام عم تخاف. الطفل اللي عنده ربو بالاصل، بالإضافة أنه نحن عم نوقع بمغلوط أنه هلأ في نسبة تدخين عالية، وبالشتاء بالذات بيوت مغلقة ما في شبابيك ما في تهوية، في بيوت بتكون نسبة الرطوبة عالية بتظهر أكثر بالشتاء، بالصيف ما بتكون حاسة بموضوع بالمنزل، هدول عم يتعرضوا بصراحة فعلا
يعني بحب اقول لك مو كل شهر، كل 15 يوم الطفل عم تنكوس عنده الحاله، لانه طالما عم يتعرض، حتى نحن الاطفال اللي بيكون احد الوالدين مدخن انه هو نسبه اصابته اعلى وعم تتكرر الحاله عنده اكثر. حتى المواد الكيماويه، روائح المنظفات، الكلور، اكيد عم يكون لها دور بالقصه بانه تتهيج عنا موضوع الضيق التنفسي. صحيح. بالاضافه نحن كثير بننبه موضوع الوقايه، اللي هو مثل ما بيقولوا النظافه العامه ثم النظافه، يعني الشغلات البسيطه، تغسيل الايدين، نستعمل المنديل وقت العطاس، السعال، لانه عم نفوت بحلقه عدوى بقلب المدرسه، احيانا صفوف كامله عم تنعدى بهذا الموضوع، لانه هو مو بس انه يعني بينتقل بالقطيرات التنفسيه اذا حدا عطس او سعال، انه هو ممكن يعيش على الاسطح، يعني مثلا على سطح، تماما على سطح المكتب، مقابض الابواب، الشغلات المشتركه بالصف. فنحن بنخاف من هي الموضوع، لانه عم تصير انه اعداد كبيره وجائحات بالمدارس. ما في ضمن للقصة كونه الطفل بالمدرسه او بالروضه، تمام، بيلتهب. اما انت بالبيت يعني انت قادره، يعني ها سيطري شوي على الوضع بموضوع صح. التعقيم، نركز، نضلنا نحكي وعي باستعمال الكمامة. الطفل متى ما بلشت عنده الأعراض أنه لازم يتغيب، يبقى استراحة بالبيت، لأنه أحد علاجات هو الراحة بالمنزل. تماماً دكتورة، وما فينا ننكر السلوكيات الخاطئة اللي عم بتكون، مثل عم يخلوا يقربوا من الطفل، يبوسوا، يلمسوا إلى آخره. هاي ما بنخلص منها إحنا بالمجتمعات العربية، بتكون سبب أساسي. بس بوسي. شكراً كثير لك دكتورة رشا داغستاني، اختصاصي بطب الأطفال، لكل المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها.